خليني مدام نادية في البداية كده، لأن أنت الاسم الأهم والأول حينما ماتت سعاد حسني، قتلت أم انتحرت، وجه عدد كبير من الفنانين حتى بمجرد أن وصل الجثمان إلى مصر، عدد كبير من الفنانين اقبضوا على نادية يسري. نادية يسري قتلت سعاد حسني، ووجه إليك البعض اتهامات. خليني بس في البداية، جاءت معرفتك بسعاد حسني إمتى؟ لا، ده في الستينات، أواخر الستينات. كنا في نايت كلاب أنا وجوزي، ودخل علينا عبد الحليم وسعاد، كان صاحب جوزي. عبد الحليم حافظ. وقعدوا معانا وابتدينا نتبادل التليفونات، نمر التليفونات دي أول مرة أشوفها. وبعد كده بقى تليفونات بس عادي، كل شوية كل شوية، لغاية ما تقابلنا بقى تاني في بارتي كانت مع علي و علي بدرخان زوجها في هذا التوقيت صح. يعني. وابتدت بقى العلاقة تجمد ساعتها. علاقة صداقة يعني. وبعد كده ندخل بقى في مرحلة مجيء سعاد حسني إلى لندن للعلاج. إيه التفاصيل اللي عشتيها معاها؟ لا، هي راحت لندن، انا كنت في باريس، كنت في فرنسا بعمل بحضر الماجستير. ولما رجعت لندن عرفت انها موجودة، فاتصلت بيها، وابتدت بقى كل يوم ببقى معاها، كل يوم اروح لها. كانت هي ساكنة في حتة بعيدة عني خالص، بس كل يوم اروح لها. وبعد كده ابتدت تليفونات، وبعد كده مرة اتكلمت بقى الاواخر، بقى اديك من الاخر، كلمتني وقالت لي نادي انا هاجي اقعد معاكي. فكل اللي قلته لها يا سعاد ده بيتك وانا ضيفة عندك، ده اللي قلته. فاجت بقى اللي هي الأيام الأخيرة قبل اللي هو قبل في يناير، موتها، في يناير بالظبط في يناير بعد عيد ميلادها، قالت لك أنا هاجي وهقعد عندك. قلت لها ده بيتك وانا ضيفة عندك، واجت بقى. ده سابت شقتها ليه؟ بسبب مش الأعباء كان المادية. مش كان بالظبط مش كان عندها فلوس كفاية. وجابت شنطها بالفعل وقعدت عندك. صح، كانوا 7 8 شنطة كده، وانا خدتهم لمصر. طيب، في الـ هنا الـ يعني هستعيد موت سعاد حسني تانية. لما حينما سقطت سعاد حسني من البلكونة في منزلك، يعني إذا كان في الدور السادس مش كده؟ صح في صح السادس. إيه المشهد كما شاهدتيه يعني؟ في مدخل في جراج كده، انا ركنت عربيتي، كنت في كلية وركنت عربيتي بره الجراج في الشارع، بس دخلت من ورا من ناحية الجراج، فشفتها كانت واقفة في البلكونة. حتى قلت لنفسي بالانجليزي والله دي واقفة مستنياني، ودخلت. دخلت عقبال ما دخلت الشقة بدور عليها مش لاقيها. الله، طب ما انا شفتها ازاي بقى، يعني فين راحت؟ دورت دورت مش لقيتها. فبعدين لقيت، كانت هي لما اجت جابت ترابيزة، وكانت الرجلين مغطية كده، مش يعني فلات كده اهو. كنت حاطين الترابيزة دي في الكورنر بتاعت البلكونة عندي، فبصيت على البلكونة لقيت الترابيزة دي مفرودة والرجلين موجودين، يعني بقت ترابيزة تاني ورا الباب. انا البلكونه عندي بتتفتح على بره مش على جوه، وفي ترابيزه كده زنقه حتى الباب من جوه ترابيزة بتزنق الباب، باب البلكونة من من جوه. جوه. الترابيزه بتاعتها بقى كانت زنقه باب البلكونه من بره، لانها فكتها وحطيتها. فدخلت انا البلكونه، رحت بالعافيه يعني دخلت البلكونه، فانا حاطه نت للحمام عشان مش يدخل الحمام. فبص نت شبكة لا يعني، شبكة شبكة. شبكة فبصيت لقيت الناحية دي أغمق من الناحية دي، فبحط إيدي كده، إيدي دخلت، فببص كده لقيتها تحت على الأرض. فجريت بقى، مش عارفة أنا جريت إزاي، أخدت الأسانسير يعني انت عامله شبكه قافله البلكونه عشان ده، الحمام عشان الطيور ما تدخلش. بالظبط. بس فجريت طبعا، جريت تحت وخدتها في حضني وقلت لها ليه ليه كده، ليه عملتي كده، وكل ومش عارفه اقول لك ايه. يعني كان الموقف صعب قوي، عقبال ما اجت الامبولانس الامبولانس يا حاولوا
يصحوها بس. يعني الإسعاف لما جاوا الشرطة كانت توفيت ما يعني. هو هي الإسعاف اجت وقالت لي سوري خلاص. ما دام نادية، بقى قبل ما ندخل في الجانب التاني، طبعا انا بستعيد معاك المقدمة دي. لما لقيتي كمان ان البعض اول ما جيتي مصر بيتهمك، مش عارفه على اي اساس يعني، ما اديني انت سبب ليه كده، ليه تليفوني انا، في حد يعرفني عشان يحكم عليا؟ شافوا الموضوع بعينيهم يعني؟ قول يعني انت شفتي الموضوع بعينيكي؟ لا دي واحده بس. ما احنا زي ما اتفقنا، ما دام شنشام انا هجي لك ان هي اسالك. شافت بعينيها طيب يعني، بس انا مش اتهمت حد، انا شفتها واقفه وكانت في البيت عندي. ما انا هسالك بس عشان بس اسمع الاخر. بس مدام نادية، انت يعني بتحبي سعاد حسني ولا يوم يعني، حتى بروحي وقلبي لما جيتي حتى وقابلتيني لقيتك حتى يعني بتبكي بشده على سعاد حسني يعني، ولا تتحملي كلمه عليها يعني؟ ده صح اكيد، ولغايه ما اموت ومهما قالوا مهما عادوا، انا كنا كده اهو صحاب صحاب صحاب. وجنجان تعرف وبتقول الكذب وهي عارفه كويس قوي انها بتكذب. طيب وكل العيله عارفه. ما احنا قلنا هنعرف الكذب مش كلمه وحشه المشاهد يعني. طبعا يعني مش مشكله، لان يعني اذا كان هي بتتهمك بالقتل مثلا يعني خلينا طيب هنا تم التحقيق معاكي في مصر اول ما لقيتي في قطاع كبير من الفنانين امسكوها هي اللي قتلت سعاد حسني. قعدت بقى انا في المطار ليلتها، مش مقبوض عليا ولا حاجه، قاعده جابوا لي اكل وشرب وبتاع مش عارفه ايه. والصبح كلمت لواء عبد الوهاب هلالي، قال لي انا جايه في الطريق استنيني، فاجا معايا ورحنا على النيابه، فخلص هو كله لانه مش في جريمه خالص. ايه الجريمه؟ وخرجت يعني، مش كان في لا تحقيق ولا حاجه خالص في مصر. دي اول طيب. اول يوم تألمت من ان في النهايه يتم يعني تلاقي في ناس بتتهمك بهذا الشكل يا نهار ابيض؟ طبعا انت مش هتتألم، يا نهار ابيض ليه؟ طب ليه؟ اديني سبب واحد اقتلها ليه؟ ليه؟ سرقتها مش كان معاها فلوس، صيغه مش كان معاها صيغه، واسرقها ليه؟ دي ده انا مت الساعة 9:10 يوم 21 يونيو 2001، أنا مت، هي طلعت وأنا نزلت، وكل اللي بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. ده يوم وفاتها يعني، أنت بتعتبريه كمان هو هو جيوغرافيك اللي أطول يوم في السنة بالنسبة لي، أنا أسود يوم في السنة. طيب بنفس بهدوء طبعا، كان في، انت قلتي لي حتى الدليل على حجم الحب اللي بينك وبين سعاد حسني اللي هو الخطابات اللي هي المتبادله اللي بينك، صح، اللي هي بخط ايدها، صح، يعني هنشوفها على الشاشه تباعا. يعني هنا حتى يعني سعاد بتتكلم معاكي في، يعني عندي هنا ان نعم انا نادية حبيبتي، نعم انا احبك ليس في ذلك من شك، لكن والاكثر من ذلك اني لا استطيع ان اتركك، وانك في هذه الحاله لا يمكنني ذلك باي حال من الاحوال، انا بعتبر نفسي اني مسؤوله عنك بالفعل. هي سعاد كاتبه لك كده، بتقول لك كده، لا ايه خط ايدها، وهذا ما جعلني اخاطبك من موقع المسؤوليه وليس من واقع النديه، اتفهمين ما اقول؟ دي حقيقة نادية، وهذا وهناك تاريخ بيننا. المهم يعني هي حتى بتقول لك حكم، يعني ما هي الدنيا التي نعيش فيها؟ نعيش هذه الدنيا لنسعد بها ونضيف إليها. ضيفي إليها يا نادية، املئيها مرحا وسرورا، واجعلي ضحكتك العالية البراقة سندا لك في هذه الحياة. يعني بتنصحك حتى بأن احنا جايين الحياة عشان نبتهج يعني، وده الحقيقه كمان ما هو ده يتنافى مع انه حد يمكن ان يقدم على الانتحار. بس خلينا قبل ما اسمع ايه ده، قبل ما اطرح السؤال ده، يعني هي حتى بتقول لك انه انا بقصو عليكي حتى تفيقين الى نفسك يعني، وتعودي ناديه بتاعت زمان. دي بعض الجمل والعبارات. طيب خليني هنا بقى
اسال مدام جنجاو نفس الوضع زي ما استمعت اليك يا مدام ناديه وهي صامته ايضا نستمع اليها ونحاول يا جماعه يعني خلاص القضيه في حكم الزمن وايضا كمان في حكم التاريخ وكذلك لو في بقى ملابسات قانونيه يمكن ان تكون هذه الحلقه مدخلا زي ما كان كتابك انت عملتيه خصيصا ليكون مدخلا.